هلأ بتسليمك عزت لقلنا ممكن تكون أنقذت حياتك، بس هذا الشيء ما بيخلينا نوثق فيك. على الأقل ما فينا نصير شركاء أبدا، صح الياس؟ ليك يا بوران، هلأ عم فكر شوي شوي بشغل مشترك مع فؤاد، يعني ممكن إنه نصير شركاء بيوم من الأيام. مو هيك يا ريس، أنا علقت من هالناحية معلمي. نحن وفؤاد بيك دخلنا بشغل الورق أساسا، وبالحقيقة نحن كنا رح نوصل لنتيجة. إيه دخلت العدوات على الساحة. نحن عم نحكي عن الشيء نفسه يا بيك، وإذا كان بدنا نسكر هاي العدوات المفروض أول شيء نشيل أعدائنا من هالساحة هاي. أنت مين بتقصد بوران؟ مين ممكن يكون قصدي برأيك فؤاد؟ بيقصد طول جاي. منيح الياس، بس أنا قلتلكن من قبل إنه ما إلي أي صلة بتون جاي. قصده أسس. على أي أساس ما عندك صلة بهدول الناس؟ منه رح تستمر بأعمال عزت، ومنه ما بيكون إلك صلة. معك حق، بس لحتى أنا أقدر استمر بهاي الأعمال لازم هدول الناس هن يجوا لعندي، لأنه إذا أنا حاولت اتصل معهم هلأ بهذا الوقت رح يفهموا أنه هذا الطلب إجا منكن. نحن منعرف هالشي فؤاد، يلي كان عم يدور بعقلنا أنك تروح لعند عزة تتقوص على راسه ونحن مندخل لجوه ومنساعدك. أي أنت شو عملت؟ اشتريت صبري زلمة عزت، الشخص اللي بيعرف الكل مثل حاله، والشي اللي ما خطر ببالنا نحن خطر ببالك أنت، مزبوط؟ بقى برأيك شو هي الطريقة لنجيب تون جاي؟ ونحن رح نعمل اللي قاله تيكين. ليش أنا شو قلت معلمي؟ ليش فيك تسكت؟ تضلك تحكي؟ الواضح أنك علقت برادار فؤاد أول ما شفته. شو قلت أنا فؤاد بيك؟ برأيي رح نطبع المصاري، وهنن وقت اللي رح يشوفوا حركة الدولارات التوائم بكل مكان أساساً ما رح يتحملوا هالشي نهائياً. ما خطر ببالنا أنه نطبع المصاري؟ ذكي والله، بس قلب أصلاً ما رح يسلمنا المادة الخام. قصدك الورق يعني؟ اي نعم، وانا عندي ورق. انت شو عم تقول؟ الياس، برأيي ما في اي مانع نتشارك مع فؤاد بيك، اهلين فيك شريكنا الصغير. تمام، رح نشتغل هذا الشغل. مع هيك هذا الشغل خطتنا على المدى الطويل، وهي الخطة يلي على المدى الطويل رح تطالع يلي فوق تون جاي للساحة. بس نحن مين بدنا تون جاي؟ لكن مع الأسف تون جاي ما بيطلع مع ريحة المصاري، رح يطلع مع ريحة الدم. رح نقتل أي حدا ما بيلزمنا. هو رح يطلع على الساحة ليقتل أي حدا منا، مثلاً قلب أصلاً مثلاً. يعني أنت السبب الوحيد بأنه مالتام انكشفت. نحن قبل حذرنا مالتام، بالإضافة قلنا له أنه تحذرك كمان. شوف، أنا ما تجاهلت تحذيراتكم أبدا، بس أنا في عندي خططي المختلفة. إذا ما عرفنا خططك كيف ممكن نحميك؟